جريمه وجنم بتحصل. انا ماليش دور ان اتكلم في الوقت ده، وقت ما يفتح باب الترشيح، وقت ترشيح الحمله. لكن قبل كده انا ركبت على جنب وسكت، لان النادي اهم مني ومن القائمين عليه واهم من اي حد. كمل لكم الحته اللي عشان تبقوا شهود على العصر فيها. صلاه واحد تبره، صلاه اثنين تبره، الجيم الحالي واقول مخففه شكلها ايه، اللي مش هتدخل المبنى الكهرباء لانه مخالف للرسومات اللي عملها الدكتور ملحم الشرقي. مفيش حاجه يا جماعه، وكلنا عايشين في بيوت وعقارات. لما بتعمل بدروم وانت بتعمل الرخصه بتقول البدروم هيستخدم ايه؟ الطبيعي انه جراج داخل النادي مش مطلوب، ففي الرخصه هو موجود عشان يتعمل فيه مراكز الصيانه والمخازن. حضرتك وضرت قال خدت فكره اللي انت بس ماشي بيه، وانت ماشي نزلت البدروم ده حصل بعد ما انا مشيت، لان انا حضرت الملف المظبوط قانوني واجرائي مع الشركه المحترمه شركه المقاولين العرب. صوت بدروم ده بالذات لو قطع التيار ومفيش تكييف، ده انا لازم الشراعه دي مش هتكفي. راحت الحي يمكن سمعتوا الحوار ده، رفض ان تديك مطابقه للتنفيذ. فجاه الدور الارضي مصمم واخد رخصه على صلاه مغلقه ونص مفتوحه ومفتوحه. طب قرار فردي مسجد بيت الله فوق راسه، مكان فيه مسجد. طب هعمل مكان المسجد تاني. المبنى اسمه المبنى الاجتماعي. اخد المضروب واحط فيه شبك. تعالى هنطالب مع الحي اللي هو الخلاف ان الاجراءات ده جزء مهم في مفهوم اداره المؤسسه. انك تبقى فاهم انت بتعمل ايه وهتفتح ملف مع مين. لكن صوت بدروم اهبل ده اهبل. وافكركم واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الارض بتاع البطل شويه الميه دول اجرى كل الناس زمان. وساعتها لو انا موجود في المشهد وما لحقش اعالج الامر ده ونتفضل استقيل، انت فشلت في اللي عرضته عليك. سبب انك كنت كذا. صار التنس طاوله تغلى، عمل ايه؟ طول ما ماشي بيبط، وبط ايه؟ السيراميك مقبوله في الممرات لانه معمول من طينه تستحمل الاجواء. لكن البورسلين ما تصنعش، الناس اللي صنعته عشان يتحط في ممرات رئيسيه. لو حد في العالم او في القرى والرجوع شاف حد بيحط بورسلين في الممرات الرئيسيه اللي بتمشي عليها الاعضاء يجي يحاسبني يقول لي اقطع شهاده الدكتوراه اللي انت قلت عليها من شويه. وانا في الدراسه لو عندك في بيت في سكنك او في بلدك او في سطوح الشمس هتتعامل معاه عشان براده الحديد. ولو لاحظتوا حضراتكم وانتم موجودين بدا البلاط يقوم على حيله. احنا عارفين اللي بنعمله بنصلحه وبنصوره. عشان كده قلت من شويه النادي عدى وعلى مسؤوليتي ال 300 مليون جنيه. لكن اللي بيعرض امام حضراتكم في الحساب الختامي على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا هو ورق وسد خان. لكن الطبيعي لما تسمع وحضراتكم حضرتوا الجمعيه العموميه للحساب الختامي في الثلاث سنوات اللي فاتوا اتعرض حوالي 680 مليون. انا هدي حضراتكم زي ما الكابتن احمد قال من شويه مثل واحد بس كلنا بنسمعه. انا وهو العضويه الجديده. الجمعيه العموميه الحضارات اللي فاتت كنا 52,000 عضو. المره دي 17 احنا عدينا ال 70,000. اصبح الفرق عدى من ال 18 ل 20,000 عضو. بحسبه بسيطه حضراتكم كده اضربوا الرقم ده واستثنوا منه 3,000 عضويه مستثناه بالمخالفه للقانون.